علي عبد الله صالح، هذا القائد الذي عهدناه وطنيا قوميا عربيا اصيلا، ها هو اليوم استهدفوه في هذا المكان، عل وعسى ان يركع وان يخضع لهذه المؤامره الذي استهدف سياده اليمن، ولكنه بفضل الله يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا هو الزعيم القائد، سيتحدث الان الى انصاره ومحبيه وكل ابناء الشعب والوطن والعالم اجمع. اولا انا اوجه التحيه الى كل ابناء الوطن الاعزاء، والى كل المواطنات، والى كل الاطفال. هذا العمل عمل غير مبرر ومستهجن ضد الشعب اليمني، وانا واحد من الشعب اليمني، فلن يكون الاستهداف لي هو استهداف للوطن واستهداف لكل المواطنين. فقد استهدفونا من ساطة حتى عدن، ومن حضرموت حتى ميدي، فهو حرب إبادة، حرب ثار وحقد على الشعب اليمني. فأنا أدعو إلى اليقظة والصمود، إلى اليقظة والصمود لكل أبناء الوطن، وعليكم أن تحملوا أسلحتكم على أكتافكم ورؤوسكم على الأكف لمواجهة هذا العدوان الصلف. هذا العدوان أنا أستطيع أقول أنه عدوان جبان. تفضلوا على الأرض، تحركوا وسنستقبلكم استقبال رائع. أما مراجمة بالصواريخ والطائرات، هذا ما تحققوش أي الأهداف التي تريدوها. أنا أحذر الاستمرار في هذه المغبة العدوانية على الشعب اليمني. أنا أتوقع أنها ستقتلب الموازين، ستقتلب الموازين جملة وتفصيل في المنطقة. وأنا أحذر وأنذر كل من يعمل في الداخل كجواسيس لهذا العدوان البربري. فعلى كل المواطنين اليقظة في الحارات والقرى والعزل والمحافظات لمواجهة الأخطر هو الأخطبوط الذي في الداخل. هذه الخلايا النائمة الآن ستصحو، فعليكم أن تواجهها بحزم وبقوة في حالة أن تقوم بأي اختلالات أمنية. أنا لن أكون قد تحالفت مع أنصار الله، ولكن سأعلن اليوم ومن هذا المكان أن الشعب اليمني كله سيتحالف مع كل من يدافع عن مقدرات الوطن. سيتحالف كل القوى السياسية الخيرة وكل الشجعان وكل المناضلين. فأنا أعزي أسر الشهداء الذي سقطوا من أول الحرب إلى حتى اليوم، وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل. وعليكم يا أبناء سبتمبر وأكتوبر والثاني والعشرين من يناير أن تصمدوا مهما كانت الخسائر. هذه البيوت، هذه المنازل سنعوضها، والمدافع التي دمروها سنعوضها، والصواريخ التي ضربوها سنعوضها، والطائرات التي حطموها سنعوضها. المهم سلامة الرجال وسلامة الأطفال وسلامة النساء. تحية لكم في كل مكان في الداخل والخارج. وأنا أعلن الآن باسم مؤسسة الصالح تبرع بمليون دولار للمنقطعين في القاهرة والهند وفي أي مكان في العالم لعودتهم إلى أرض الوطن. تحياتي مرة أخرى لكل أبناء الوطن. شكراً.